بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 41 بعد 100: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ وكما ذكرنا من قبل، فهذه الأسئلة إلى السؤال 52 بعد 100 كلها متعلقة بمسألة القدر. وكما سبق كذلك الكلام من أن الكلام حول مسألة القدر قد يعني فصلنا فيه تفصيلا طويلا ودقيقا في الفترة السابقة القريبة جدا من خلال كتاب العقيدة الطحاوية. ولذلك كما قلنا في المرة السابقة، فإن الكلام في مسألة القدر أو في هذه المسألة العقائدية العظيمة هذه من خلال هذا الكتاب، كتاب أعلام السنة المنشورة، هو كتاب مختصر كما تعلمون. وفي الحقيقة الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الكلام عن القدر اختصر، وفي ذات الوقت ما ترك في الحقيقة شيئا يتعلق بالكلام عن القدر إلا وذكر دليلا أو أثار يعني كلاما بخصوصه ولو في عبارة أو إشارة. والأسئلة لو قرأتها كما ذكرنا في المرة السابقة كلها في الحقيقة لا تحتاج إلى كثير تفصيل، أي الأجوبة التي عليها لا تحتاج إلى كثير تفصيل. لكن كما أيضا ذكرنا في المرة السابقة أن مسألة الإيمان بالقدر لم يكن فيها تفصيل على هذا النحو المذكور في كتب أهل العلم في عهد السلف رضوان الله عليهم الأوائل، وإن كان كانوا يردون على القدرية، لكن لما شاعت هذه البدعة في الناس قام علماء أهل السنة يصنفون في هذه القضية التصانيف التي يردون من خلالها هذه البدعة الشنيعة المنكرة التي خرج بها المنحرفون من الطائفتين القدرية والجبرية. وكما سبق أيضا في المرة السابقة أن الأدلة من الكتاب والسنة على الإيمان بالقدر، وأن القدر الإيمان به يكون على مراتب، أي إذا كنت تؤمن بالقدر فلا بد أن تؤمن به على هذا النحو، أي تفهم ذلك ولو فهما مجملا، بحيث أن من علم ذلك ارتاحت نفسه وارتاح قلبه. ولا سيما وأن هذا الباب من أبواب الدين، الشيطان يتدخل إلى نفوس الناس من خلاله كثيرا. ولذلك كما نبهنا أيضا في المرة السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم على أصحابه فوجدهم يتنازعون ويتكلمون في القدر، فغضب وقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا أنتم مخلوقون لهذا ولا أمرتم بهذا. ونهاهم عن الكلام في القدر، وذلك أن القدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. فإن الإنسان إذا حاول أن يفسر
كل أمر من الأمور ويتدخل بلما فعل الله ولما لم يفعل فهذا من الكلام الباطل في القدر. فالله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك كانت مراتب الإيمان بالقدر إذا علمها العبد راحت نفسه. وأول مرتبة كما سبق وهي مرتبة العلم، فقد سبق علم الله سبحانه وتعالى وجود هذه المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن تخلق وقبل أن توجد هذه المخلوقات بما قدر له. ثم المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب من قبل أن يخلق السماوات والأرض، كتب في كتاب عنده ما سيكون من مقادير الخلائق. وهذه المرتبة الثانية هي مرتبة التقديرات والكتابة التي سيأتي عليها التفصيل اليوم إن شاء الله. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة، ذلك أن الله تعالى إذا شاء ما كان في علمه وما كتبه في الكتاب الأول أن يكون كان، وبذلك تكون المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. فمرتبة المشيئة والخلق بينهما يعني تقارب ويعني اجتماع من حيث أن هذا مقرون بهذا، إذا شاء الله كان، ما شاء الله كان. فإذا شاء الله عز وجل شيئا مما هو في علمه وكتبه عنده سبحانه وتعالى كان هذا الشيء. فكانت مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وبذلك يعلم الإنسان أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فكل شيء مقدر مكتوب. فعند ذلك يتوقف ويمتنع عن الاعتراض، وإنما يسعى في الأسباب ولا يقول لو أني فعلت لكان كذا. لا، إن المؤمن لا يقول ذلك لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى عالم وكتب سبحانه وتعالى وقدر ما شاء. ولذلك إذا وقع ما لا يوافق هوى المؤمن يقول قدر الله وما شاء فعل. ولذلك فالعلم بمراتب القدر مما يزيد إيمان العبد. وأما المرتبة الثانية وهو الكلام المفصل في ذلك فهي مرتبة الكتابة كما ذكر في هذا السؤال، ما دليل المرتبة الثانية؟ وهي الإيمان بكتابة المقادير. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فسماه تعالى إماما مبينا، أي سمى الكتاب الأول إماما مبينا. وقال تعالى إن ذلك في كتاب، وقال تعالى إن ذلك في كتاب، أي في الكتاب الأول مكتوب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى، أي هذا سؤال الفرعون، سؤال تشغيب، يسأل الفرعون موسى سؤال تشغيب، أنت تأتيني وتقول لي أن الله هو خالق السماوات والأرض وكذا، فأين الأمم السابقة وأين ما كان منها وكذا وكذا. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فأثبت في هذه الآيات أن العلم الذي سبق كان بعد ذلك في الكتاب، أي علم مقادير الخلائق. وقال تعالى ولا تضع إلا بعلمه، يعني بداية الآية وما تحمل من أنثى، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل شيء في كتاب، وهذا مثال، ما تحمل الأنثى فهذا مكتوب عند الله، الذي في بطن الأنثى هذا مكتوب عند الله تعالى قبل أن يخلق وقبل أن تخلق الأنثى وقبل أن تخلق السماوات والأرض.
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما يعيش إنسان وما يموت إنسان وما يعمر إنسان وما يعجل بالموت على إنسان إلا كل ذلك عند الله مكتوب في هذا الكتاب. أي نعم. وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. ما من نفس خلقها الله تعالى إلا وكتب الله مكانها من الجنة والنار، أي قدر لها أجلها ورزقها وعملها، وشقية أو سعيدة. فهذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. أي أن هذا كله، كل ما يتعلق بالإنسان، كل ذلك مكتوب عند الله تعالى. والحقيقة الإيمان بالقدر يعني يريح النفوس والقلوب، ويهدئ من الاضطراب، ويهدئ من الانزعاج، بل ويزيل الانزعاج. ولكن يعني الشيطان يدخل على قلوبنا يزعجها ويحاول أن يفسدها في هذا الباب خصوصا. فإذا علم الواحد منا أنه ما من شيء إلا مقدر ارتاح قلبه. في الحقيقة هذا كل الذي يحدث لنا من هموم وغموم وأحزان ونحو ذلك فيها زيادة عما يجوز بسبب ضعف الإيمان بالقدر. أي نعم. قال: وفيه قال سراقة بن مالك ابن جعشم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ قال: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. سراقة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ يعني احكي لنا بداية هذا العالم وأحوال بدايته. قال: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني هل هذا فيما يتعلق بما قدر الله سبحانه وتعالى وكتب عنده سبحانه وتعالى، أم هذا شيء جديد يستأنف في علم الله سبحانه وتعالى؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام. يعني هل هذا الذي يحدث في هذه الحياة الدنيا إنما هو شيء بعد شيء، وهذا في علم الله عز وجل شيء بعد شيء، وفي تقدير الله شيء بعد شيء، وفي كتابة هذه الأحوال عند الله شيء بعد شيء؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. لا، كل الذي يحدث إنما هو ما ينفذ إلى عالم الوجود مما هو في علم الله وقد كتبه الله تعالى في كتاب. كل ذلك مقدر، ما سيكون وما سيأتي مقدر ومعلوم في علم الله تعالى. متى أنت ستموت؟ متى يعني تفعل كذا؟ متى ستكون الأقدار الفلانية بكذا وكذا ونحو ذلك؟ من الذي سيولد؟ من الذي سيموت؟ وغير ذلك. كل هذه المقادير إنما هي فيما جفت به الأقلام، ليس شيئا جديدا فيما يكتب، لا، بل كتب وانتهى، مكتوب من قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض. متى سيولد فلان؟ متى ستولد أنت الآن الموجود الآن؟ ومتى ستموت؟ ورزقك وأجلك وشقي وسعيد، كل هذا مكتوب عند الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بل السماوات والأرض كتب أجلها وحالها وما سيكون فيها. وكل شيء إنما هو فيما جفت به الأقلام يدور ويكون حاله فيما جفت به الأقلام.
قال ففيما العمل؟ وقد فصلنا كثيرا حول هذه المسألة قبل ذلك. قال ففيما العمل؟ إذا كان الأمر كله يدور حسب المكتوب ففيما العمل؟ من كل شيء مكتوب، هذه شبهة كما فصلنا كثيرا قبل ذلك، إنه تشتبه على الإنسان إنه يقول طيب ما كل شيء كتب وكل شيء قدر، طب لماذا نعمل؟ هذا خطأ شديد جدا. ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشبهة، قال اعملوا. هو يقول ففيما العمل؟ قال الجواب اعملوا. العمل العمل، فيما العمل العمل، ما هو التصرف الصحيح في ذلك؟ العمل. وذلك لأن الله أخفى ذلك عن الخلق، من يعلم أقداره من الناس؟ لا أحد، ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا أحد يعلم أقداره، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم أقدار الخلائق إلا الله، ولا يعلم قدرك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قلت فيما العمل نقول لك أنت تدري، هل تدري عملك الذي كتب لك؟ هل تدري؟ الجواب لا أدري، ولا يستطيع مخلوق أن يدعي ذلك أنه يدري ما كتب الله له. ولذلك نقول له إن كنت لا تدري وعلمت أن هناك جنة ونار، فما الواجب عليك؟ أن تسعى للجنة، أليس كذلك؟ هذا سؤال أدنى إنسان عنده شيء من العقل لا يجيب غير هذه الإجابة، أنت لا تدري من أهل الجنة كنت أو من أهل النار. طيب ما المطلوب؟ أن تعمل بعمل أهل الجنة. ما الواجب؟ أن تعمل بعمل أهل الجنة. إذن أعمل بعمل أهل الجنة، هذا هو الواجب عليك. طيب ما يمكن أنا من أهل النار ويمكن أنت من أهل الجنة، أليس كذلك؟ ده هذا يعني من باب المسايرة في السؤال، إنما الصحيح أنت لا تدري بالفعل أنك لا من أهل الجنة ولا من أهل النار. وإذا كنت تقول لعلي من أهل النار، لا اعمل بعمل أهل الجنة، قد أمرت بذلك. ولعلنا ضربنا المثال العقلي اليسير جدا في الحياة الدنيا، الطالب الذي يدخل الامتحان هو في نتيجة من نتيجتين لا ثالث لهما، إما أنه ينجح وإما أنه يرسب، لا ثالث له. طيب هل يصح أن يأتي إنسان عاقل مقدم على امتحانات آخر السنة ويقول ما هو أنا يا ناجح يا راسب، مانيش لا ما أنا ناجح يا راسب، هل يصلح هذا؟ هل هذا الإنسان يقال له أنه عاقل؟ كل الخلق يجتمعون على أن هذا الإنسان سفيه. لماذا؟ لأن كل الخلق سيقولون له، ماذا سيقولون؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيقولون له اعمل اعمل، فكل ميسر لما قدر له، هتعمل هتيسر الذي أنت تريد من الخير، والذي يعمل بالخير سيجد الخير. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي نعم. ثم قال في السؤال الذي بعده، كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ قال يدخل في ذلك خمسة من التقادير، كلها ترجع إلى العلم، كلها ترجع إلى العلم. خمسة تقادير أي أنواع من الكتابة، خمسة أنواع من الكتابة كلها مردها إلى العلم. فهذه الأنواع الخمسة كما سترى لو تأملت لوجدت أنها ما هي إلا ما هو في علم الله عز وجل السابق، ما هي إلا ما في علم الله عز وجل السابق بالمقادير. وسيذكر هذه الأنواع من التقادير وسيذكر الأدلة بعد ذلك. قال التقدير الأول، قال كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي، ده أول نوع من الكتابة، أول نوع من الكتابة، الكتابة التي في اللوح المحفوظ، الكتابة التي في الكتاب الأول،
وقد أمر الله عز وجل القلم أن يكتب في هذا الكتاب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. أي نعم. وسيأتي الأدلة على هذا النوع. الثاني قال التقدير العمري، التقدير العمري حيث أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا التقدير أيضا، التقدير العمري هو أيضا راجع إلى ما في علم الله تعالى. وهذا التقدير أي هذا النوع من الكتاب كان بعد النوع الأول، فبعدما كتب الله في الكتاب الأول مقادير الخلائق كتب كذلك في كتابة أخرى وتقدير آخر عمر الخلائق وما سيكون لهم وخصوصا الإنس. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذه الكتابة عندما استخرجهم الله من ظهر آدم وأخذ عليهم الميثاق، وأخذ عليهم الميثاق ألا يعبدوا غيره، هذا نوع من الكتابة. أي نعم. ونوع من التقدير قدره الله عز وجل عليهم، وذلك أنه في هذا اليوم بعدما مسح على ظهر آدم واستخرجهم وأخذ عليهم الميثاق كان من بين ذلك أن قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار سبحانه وتعالى، فقدر مقاديره. ثم التقدير الثالث وهو التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ ماشي، ممكن العبارة تيجي خصوص من عموم. الأول باعتبار عمر الناس جميعا، الثاني باعتبار عمر كل إنسان بمفرده. فالتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم كل إنسان بمفرده، وفيه حديث ابن مسعود الذي سيأتي إن شاء الله. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، التقدير الحولي في ليلة القدر، تقدير سنوي في كل سنة يقدر مقادير الخلائق في ليلة القدر في هذه السنة، في هذه السنة. طيب هو ده تقدير جديد ها ولا راجع للعلم؟ راجع للعلم الذي هو في علم الله تعالى، وراجع لما في الكتاب كذلك الأول. نعم. قال الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. التقدير اليومي كل المقادير التي قدرها الله تعالى، كل ما يأتي قدر في وقته يوم يحصل إيه؟ يظهر، يظهر في عالم الخلق وعالم الكون. شاء الله منذ، شاء الله من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة شاء أن أحرك أنا رجلي الآن كذا هكذا. هذا التقدير خرج الآن إلى عالم الوجود والحياة والحال الذي هو مقدر ومكتوب. هذه الإشارة التي أشيرها أنا هكذا، هذه طرفة العين التي تطرف، هذه قدرت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا القلب الذي ربما الآن يدور فيه معاني، قدر ما في هذا القلب الآن في هذه اللحظة، وأنت وأنا والآخر وغير ذلك، كل هذه المقادير كتبت وتخرج إلى مواضعها إذا شاء الله عز وجل أن توجد. ولذلك هناك مقادير كتبت وهي في علم الله لم توجد، أليس كذلك؟ لم ولن وليست لن، لم توجد. مثال ها؟ ما سيأتي جزاك الله خيرا، ما سيأتي، ما هو لم يخلق الآن، لم يوجد الآن. هذا تقدير في علم الله عز وجل، هذا في علم الله عز وجل، ومقدر في الكتاب الأول، مقدر في الكتاب الأول، لكنه لم يوجد. أي نعم لم يوجد، لكن سيوجد، سيوجد، لأننا
وما يكون في هذا الكون ما ندور إلا فيما جفت به الأقلام ويعني جفت به الصحف. الأدلة، قال: ما دليل التقدير الأزلي؟ اللي هو النوع الأول بقى. قال: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل شيء مكتوب، وذكر الله عز وجل المصائب أكثر لأنها أكثر ما يفتن الناس من مقادير وتقادير بها يضلون في باب القدر. ولذلك القدرية ما ضلت إلا بسبب أنها تعتقد أن الشر ليس من خلق الله مثلا. فهذا الباب باب عظيم، وهو باب الإيمان بالقدر والإيمان بأنه ما أصاب الإنسان من مصيبة إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. إذن هذه التقادير مكتوبة من قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة، يعني حتى الذي سيأتي إلى يوم القيامة مكتوب مقدر عند الله سبحانه وتعالى. وما سيكون ما بعد الساعة فهو في علم الله كذلك، يعلمه، يعلم من سيصير إلى الجنة وإلى النار، وما سيكون من أفعال وأحوال أهل الجنة وأهل النار. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق. جف القلم بما أنت لاق، يعني بما أنت تستقبل، أي هذا المستقبل، هذا الذي تراه من تقادير إنما هو مكتوب، ليس أمرا يستأنف، لا، بل هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. قال الحديث في البخاري وغير ذلك في كثير. ثم قال: ما دليل التقدير العمري في يوم الميثاق؟ قال: قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذا كما سبق وفصلنا تفصيلا طويلا في الطحاوية خصوصا، أن الله استخرجهم من ظهر أبيهم آدم، ثم وكانوا كأمثال الذر، وجمعهم جميعا وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأقروا جميعا بأن الله عز وجل هو ربه. وهذا كان في يوم أن مسح الله ظهر آدم وأخرج من ذريته هذا الإخراج على هذا النحو، وأخذ عليهم الميثاق. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ يعني هذا الذي نعمله ونستقبله هو شيء مستأنف جديد، أم أن الله عز وجل كتبه عنده؟ كتبه عنده. فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. معلوم، أهل الجنة وأهل النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. كل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. فهذا أيضا يدل على التقدير العمري، أي أن الله عز وجل قدر لهم ما سيكون من حالهم وحياتهم كله. نعم.
وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله سبحانه وتعالى لما أخذ عليهم الميثاق كان ذلك أيضا تقديرا عمريا باعتبار أعمال جميع الناس. ولذلك قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وهذه الرواية ضعفها الشيخ الألباني، لكن هناك الروايات الصحيحة التي تدل على ذلك أيضا. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: هذا كتاب من رب العالمين، هذا كتاب، قال، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، أي لا نقول، فأخبرنا أنت. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وأهل النار. وقد انتهى هذا السجل على ما فيه، يعني لا يضاف إليه ولا ينقص منه. قال، ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان أمر قد فرغ منه، يعني طب لماذا نعمل وقد فرغ من هذا الأمر وانتهى، وكل عمل سيعمله الإنسان مكتوب، فلماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. سددوا، أي تلمسوا طريق الحق والخير وطريق الاستقامة، وهو الطريق المسدد. سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الأدلة كلها تدل على هذا النوع من الكتابة والتقدير، وهو التقدير العمري للناس عموما ولعموم الناس. يوم أن أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم. قال: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ النوع الثالث. قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله تعالى: أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فالله سبحانه وتعالى قد كتب في هذا الوقت، يوم كنتم أجنة في بطون أمهاتكم كتب عليكم آجالكم كذلك. قال في الصحيحين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة،
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأيضا هذا الحديث مع الآية فيهما دليل على التقدير العمري للإنسان وهو في بطن أمه، فإنه عندما يصير نطفة في بطن أمه يرسل الملك، ثم يؤمر هذا الملك بالنفخ فيه أو بنفخ الروح كما يأمر الله عز وجل، ويؤمر بكتابة هذه الأمور، أجله ورزقه وعمله ومآله، أي إلى دار الشقاوة أو السعادة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الشقاء ومن النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. في ليلة القدر هناك نوع من الكتابة أيضا، في كل سنة ربما يشكل على إنسان ويقول لك طيب أنتم ترغبون الناس في الطاعات والعبادات والأعمال في هذه الليلة، فإنها ليلة كتابة المقادير السنوية، أليست المقادير قد كتبت؟ أي نعم قد كتبت. أليست المقادير كذلك الكلية قد كتبت؟ لا، نقول لك السنوية كلها قد كتبت، فكما قلنا في المقادير الكلية اعملوا، كذلك نقول في المقادير الحولية السنوية اعملوا، اعمل، فكل ميسر لما خلق له. أينما قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر، يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر، يعني ينقل مما في ليلة القدر إلى هذا الكتاب السنوي، ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. كما نكرر، فإذا قال طيب ما هو خلاص ما هو بينقل من أم الكتاب، بينقل من اللوح والكتاب الأول، فلماذا أعمل في السنة هذه؟ نقول لك نفس الإجابة على نفس الشبهة في الكتابة الأولى، هي كتابة الكتاب الأول، أنت لا تدري ما عملك في هذه السنة، إذن فالواجب عليك أن تمتنع عن العمل أم تعمل؟ تعمل لأجل أنك تكون بذلك وافقت بإذن الله تعالى ما كتب لك في الكتاب الأول، ميسر للجنة. أين؟ طيب ولو ما عملتش، ده أعظم دليل على أنه ميسر لفين؟ للنار. والعياذ بالله الذي يتوقف عن العمل ويترك العمل ميسر إلى النار والعياذ بالله. ما دليل التقدير اليومي؟ قال الله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم أقدار الله تعالى التي هي في الكتاب الأول تخرج وتظهر. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 300 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق أو يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ضعيف، لكن المعنى أن الله تعالى يخرج إلى الأقدار
المخلوقة والأشياء التي تنفذ إلى عالم الوجود ما هو في الكتاب الأول، كل يوم هو في شأن، يكون هنا حياة هنا موت هنا رزق هنا منع. سبحان الله، والله سبحان الله العظيم. أنت تشاهد حتى هذه الأيام من خلال وسائل الإعلام مشاهد السيول التي تجتاح كثيرا من بلاد يعني الكفرة، زادهم الله عز وجل على ذلك زيادة أشد، فترى في ذلك سبحان الله العظيم أحوال وتقديرات والله ربانية عجيبة سبحان الله العظيم. لاحظ كده المسلمين كل ما يتألموا ألم ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك أسباب. سبحان الله، شوف أنت الإعصار اللي كان لسه كم يوم دوت بتاع في ولاية في أمريكا، ومش عارفه في البرازيل، ومش عارفه في استراليا، يعني ما همش عارفين استراليا. المجرمين اللي كانوا لسه من شهر كده كانوا بيتكلموا على ان مش عاجبهم ان المسلمين بيعترضوا على بعض الكلاب القساوسة اللي هم في اوروبا اللي بيقولوا احنا اللي في امريكا اللي كان بيقول انا هعمل القران وهحرق القران ومش عارفين. فكان في استراليا كانوا معترضين على ان المسلمين بيقولوا ازاي كده ومش عارف ايه. سبحان ربك، ما همش عارفين سبحان الله، بيطلعوا الجثث بتاعتهم من الطين سبحان الله، ومشاهد عجيبة تراها سبحان الله العظيم. فالله يدافع عنك وأنت لا تدري، إلزم طريق الهدى وإلزم طريق الإيمان وسيدفع الله عز وجل عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله أنت ما عليك إلا أن تتمسك بالطريق الصحيح وتستقيم، ولا تنشغل كثيرا بمسألة أنك إن أنت الذي يعني تنتقم من الكافر، لا أبدا، قد ينتقم الله لك، يعني مش شرط أنت اللي تكون الأداة اللي بتنتقم من الكافر أبدا، قد ينتقم الله عز وجل لك. ولذلك سبحان الله تجد تقادير سبحان الله ربانية عجيبة سبحان الله العظيم، وأحوال تقف عندها وتقول سبحان الله، حكم لا إله إلا الله. والله المطر يوم الجمعة خصوصا لا إله إلا الله، لو أنكم تدبرتموه لا إله إلا الجمعة هذه والجمعة الماضية، هذا تقدير رباني له لطائف، والله لو تفكرتم فيها لعلمتم يعني من ذلك آيات من آيات الله سبحانه وتعالى في اليوم ده خصوصا. أحوال كثيرة احنا لا يتسع طبعا ولا المحل الكلام يعني لذلك، لكن اقعد كده فكر سبحان الله. الأسبوع كله الشمس طالعة، يوم الجمعة وقبل صلاة الجمعة بشوية أو يوم الجمعة كده تحديدا الدنيا طول النهار تشتي، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكر كده كثيرا في هذه يعني أو هذا التقدير الإلهي، تجد حكم وتجد رحمات ربانية عظيمة جدا. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. فكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس قوله تعالى إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون، قال وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. فكل ما في هذه التقديرات إنما هو راجع إلى العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.